بين 2004 و2012 وقتاش بدات المشاكل؟ بون سي علي، من 2004 2012 تعديت كلها مشاكل. فماش من النهار الاول؟ من النهار الاول. احكي لي ترى كيفاش؟ شنو هي المشاكل؟ جوست بحكم اول حاجه هي اكبر مني في العمر. قداش؟ فرما تفوتني خمس سنين. خمس سنين. انا 81 77. اي هذا في بالك بيه انت قبل العرس ولا؟ مش كنا معرس علي. ها؟ هي حرصت بيه مش انا عرست به. شو؟ اي هي العرس بيه مش انا عرست به. شو تصور انت انسان بون حكيت لي حكيت الماخذه ما ماخذه انا قبلها. جاتني حبلة من الشخص هذا اللي تقول لي هي معناها في مقام بابا. بشوية بشوية قبل ما نوصلوا لهذايا خلينا نبداو واحدة واحدة باش نفهم. قلت لي اش معناتها هي عرست بيك مش هي عرست؟ سي انا ما عنديش حكاية المقطع في مخي جملة. انا انسانة واقفة معاها الله في سبيل الله. ايش علينا فيها؟ باهي اما ما كركرتكش بس لسه قلت لك اجا ناخذك نعرس بيك. انت حبيت تاخذها زاد. لا سي علي انا انسانة كملت الخدمة نتاعي 5 نتاع العشية. خمس ولا عشيه جاتني هي كلنا نصوم بجد مع بعضنا. هزت انسان اسمه معز وحط انسان اخر اسمه معز. روحت معاه لدارهم اللي عليه شهر انا غادي كيف العلاء مانيش فايق بحد شيء. دار في سوسه سمعوا بي اللي انا معرس انا ما في بالش بروح. كيفاش؟ اي دار سمعوا بي اللي انا كاتب الصداق وعرس انا ما في بالش بروح. فما انسان معاشي مش يعرس. صفت لك في الكسكروت. الله اعلم. ما راه الله اعلم. تصور انت انسان ماشي مش يعرس في السبادري والسروال نتاع خدمه وسوريه نتاع خدمه. الانسان يخدم في لافاج نهار كان في الزيوت والجراس أه؟ ماشي معرس بسبادر يصير بالجين وسوري تاع خدمه. شنو هي الاكسبليكاسيون تاعك؟ معناها تفسيرك اللي شنو؟ ولا علينا نقول نوعا ما من السحر بحكم الحاجه دي موجوده عندهم. تنجم ما نعرفش ما نعرفش الانسان هذاك نتذكر ان اللحظه هذيك نتذكرها لتو تو ما ننساش الموجود. اللحظه هذيك وقت حطتني انا كلمتني هي قالت لي عندي مكلمه نحب نحكيها معاك. راني انا في لافاج نخدم ما نجمش نخرج. انا قلت باش ناكل حاجه راني ما خرجتش ودارنا خاطر ما روحتش. قالت لي نجيب السندوتشات ونجي نحكي مع بعضنا. باهي شوف يا معز هات نبدا واحده واحده باش نجموا نفهموا الحكايه. على خاطر السحر ما نجمش نتصوره انه يكون التفسير الوحيد ولا المقنع انه للحاله اللي صارت لك انت بصراحه. باهي قلت لي كيف عرست بها؟ هي ديجا حامل؟ لا لا ها هي قبل ما هي قبل ما نعرس بها. قلت لك جات حبله من شكون؟ من انسان هذا اللي كلفني عليها كون كوا معناها في مقام بوها يعامل فيها في مقام بوها. يا معز انت قبل العرس في بالك بها اللي هي حامل؟ جات حامل مشت معها الماترنيتي وقفت معها وطيحت لها الصغير هذاك. باهي بمور بمور خوي بمور استحباب بمور محبه بمور متفاهمين فيه. هذا متفاهمين فيه معناتها انت قبل العرس في بالك بها في بالي اللي هي حامل اللي اونسانت ومشيت معها قلت لهم مترنيتي وطيحت الصغير هذيك. معناتها ماضيها تعرف؟ ماضيها نعرف. باهي هذا في 2004 قضيه في 2003 2003 2003 قبل العرس. عرستوا في 2004 عرسنا 4 سبتمبر 2003. باهي اما قعدتوا كمان حتىش ل 2012 لكن كيفاش تعداوا الاعوام؟ صحيح هذا مش حاب نجاوبك انا سي علي. سي علي 2004 قلت لك راح معرس جيت نحكي معها قلت لك بحكم دارنا سمعوا بي انا معرس انا في بالي بروحي نلقى روحي نسكن في استوديو انا وياها على جريب وبلاصه نرقوا عليه زملاء الناس وصاحبتها مقعد على جريب. والله نحكي لك فينا صاير عليه صاير مش انا شهود عباد شاهد عليه عباد شاهد عليه. تصور قلت لك انسان نلقى روحه معرس في ليل ونهار وهم في بالي بروح عباد. تصور انا في العلاء 120 130 كيلو متر معرس ما في باليش دارنا في السور عباد في سمعوا بي انا وانت ما في بالك ما في باليش وهو في باله ما في باليش انا حاسس اللي فخت بها. طب دقيقه يا معز يا معز يا معز باهي قبل ما نوصلوا للكسكروت والسحر والحكايه انت انت عاش في 2003 هز مرا باش طايح صغير انا كي لا تعرفك لا تعرف انا ما تقول لي السحر عاد هذا لا سمح انا قلت كي جاني الانسان هذا وقال لي معز بحذاك ومنه ومنه بون تحط حق قلت مثلا مور فلوس حاجه نعاونها نخرج نعمل قهوه مع بعضنا ساعات مثلا ما نعرفش نكمل خدمه عشان تقول نمشي ناكلوا حاجه ولا نعملوا دوره نورمال تلوج على خدمه نمشي معاها مثلا تقول لك الباص كذا كذا حكت على السوسه نوصلها عادي حاجه ما تقلقنيش هذيك كانت معرفتي بها. شوف معز نعم نحكيو برجوليه نحكي برجوليه نحكي من الاخر ماناش عايشين في السويد احنا اكيد توا امراه داخل خارج معاه توكل فيها وتشرب فيها وتهز طايح لها في صغير وفلوس لا سعر ما تقوليش شي حاجه سعر ما فلوس تبي شويه يا معز يا معز تو قلت لك نحكيو برجولي رانا كلنا ولاد بلاد مش تقول لي هكا بصحبه وما في بالي بشيء على خاطر انت سامحني ما ناقصك كان الجوانح انت باش تطير تقدم في روحك ملايكه انت
تعمل في هذاك كل الوجه ربي وما في بالكش وتصرف عليها الوجه ربي وطيحت لها صغير على وجه ربي وعرست بها على وجه ربي ناقصك كان ملايكة وطير. لكن سامحني شو انا حطي سامحني سامحني مش مش نصرف عليها مثل تحت لها بالفلوس ولا نصرف عليها فلوس برشا انا راه امور تاع 5000 10000 اللي جا الشخص هذا يجبر الفلوس ولا جا ماندا من عنده مش مثلك لازم باهي. شوف يا معز بعد 2004 صارت من بعد 2004 المفيد عرست بها تلقى روحك ساكن في جرايه ابو بلاصه في استوديو معاك وصاحبتها بجنبك صاحبتها معنا في الدار بيت وحده تبيت قلت الباس هذه نقضي فيها الزباله صاحبتها هذه شكون جاب هي تسكن معاها من قبل وانت لقيت روحك في وسطها نلقى روحي في وسط يا سلام يا خويا قسما بالله قسما بالله كما كان فيه قسما بالله كما كان فيه انا وقت قال لي راك تبدا صديق ماشي مصدق انا امي تكلم فيه وحاجه اخرى اللي ما نتيقش لا الدار ونتيق حتى حد وما نتيقش روحي انا بقيت انا من 2004 حتى 2006 ما نتيقش روحي انا تلقى روحك نلقى روحي مع الرسم عايش مع الزنسافي في دار واحده وحده مرتي والاخرى صاحبتي تعيش معنا في الدار ومانيش فايق بروحي انا مع الرسم وانا هذا الكل تعدى عليه مش بالليل انا بتها لبرا وكهو تلقى روحك سليمان في حريم السلطان قسما بالله قسم بالله سعلي اللي في بالي بحد شيء قسما بربي اللي في بالي بحد شيء بالله عزيز الحالة هذه نعم قداش قعدت الحالة هذه شنو الحالة قداش قعدت الحكاية هذه اللي أنت محسوس نساه لا جست معناها من اللي معناها بطل الدار وقلت الصباح أنا كلمني خويا من 2004 حتىش وقتاه في 2004 نحكي لك أي حتىش لوقتاش لا لا ما كملناش شهرين شهرين وكملنا الشهرين طفله معنا بعد الشهرين شنو اللي صار؟ خاطر انا قلت انا رحت بالزاق ما بقيتش معها في الدار بعد الشهرين شنو اللي صار؟ من بعد شهرين خرجت كريت استوديو وحدي وهي معايا هيك وقت بقيت نحكي انا والدار هذيك ما غرفش في الدنيا شنو انا فهمت ايش هذه استوديو وحدي وهي معايا قصدي معايا الطفله معايا خرجت وكريت استوديو مع بعض الطفله معاش معنا الطفله انا وهي انا وهي وحدي الطفله معاش معنا باهي نتجاوزو هاي بقيت نخ معناها بحكم وديما مسحور وقتها ولا فقت؟ مانيش فايق بحد شيء ماكش فاتر الا اللحظه انا جيت وقتها لا الوقت هذاك اي انسان يقول لي امشي مني نمشي معاه اي انسان يمشي معناتها سمح صححت على صداق وعلى الكونتران تاع استوديو الكاريا وانت ماكش فايق مش كونترا في غيبوبه من غير كونترا تي سكنت وماكش فايق سكنت مانيش فايق بحد شيء وبليتو ما عنديش فلوس انا قداش قعدتوا فيه وما عنديش فلوس باش نخلص انا ما عندك كل شيء قداش قعدتوا فيه استوديو فما استوديو فتنا فيه ثلاث اربع شهور بحكم عارك كل يوم ومن بعد وصلني ل 2012 يا معز 2012 الساعه هي في احنا في وصلنا نوصل 2005 احنا عرفت كان سبتمبر اللي حتىش ل 2005 البريميد معناها اخر 2005 ما فماش صغار ما جبناش صغار وقتها مش مشكل اي ما جبناش صغار هي قالت لي انا مش الطبيب انا لاباس عليه وين المشكل اي سامح هي قالت لي انت انا مش الطبيب انا لاباس عليه برا انت طبيب شوف روحك حزتني هي بدايه هي خاصه السبيطار زاد عملت حالي يقول لي انت ما جبتش تجيب الصغار تو لازمك فيتامينات ودبيات وراحت بها في نفس الوقت تجي تقول لي راني حبل كي كسر في الحاجه هذيك خذت وقت التحليل ومشيت بها للسبيطار معناتها سامحني مرس في جيبان الصغار فما مشكله منك انت مش منها هي مني انا مش منها هي قاله لك طبيب قاله لي طبيب اي هذايا في 2005 هذايا في 2005 اي من بعد شنو اللي صار؟ في 2006 بقيت انا كيف نحكي هذيك هزيت انا التحليل كل مره نسال نمشي طبيب هذا طبيب ربي شوفوا لي اسكن نجم نجيب الصغار ما نجيبش صحيح مش صحيح معناها الحاصل اللي مشي له يقول لي صحيح ما لازم دويات فيتامينات راهو ما فماش حاجه ما تاخذيش دويات وحدي ما خذيت حتى شيء باهي قعدت الحاله كما هي قعدت الحاله كما هي ايه مشيت للمستوصف بعدين في حريات هذه القابله تعرف هي معناتها مش عادي عندها فما فرمي غاديك زدت لها وقتها بربي معناها سالتها وهي بحذايا خزرت لي قالت لي ما نتصورش مالك تجيب صغار باهي متفاهمين فيها هذه انك انت سامحني صعيب باش تجيب صغار هي اتهمتني وقتها بالفرمليه قالت لي هذيك صاحبتك مادام هي قالت لك هكا هذيك صاحبتك قلت لها الطبيب زي الاخر صاحبي وذاك صاحبي كلهم صحابي هكا هزت مش مشكل هذايا هو سامحني. من المشكل انك ما تجيبش صغار ومنك انت لكن المشكله هي حبله وقتها وقتها المشكله هي حبله 2005 في اخر 2005 او 2006 هي حبل هي حبل قلت لك كيما عملت اليوم التحليل تطلع بعد جمعه ولا جمعتين تطلع هي حبل وجابت صغار عندي زولات تو وانت ما تجيبش صغار مادام قديم باسمي ولاد لا مادام قديم باسمي ولاد وانت ما تجيبش صغار ما تجيب صغار معناتها انت تقول
مش انا قلت انك ما تجيبش مادام عملت التحليل قانونك ما تجيبش صغار جمله ودويت وفيتامينات وهي شبه صغار وهي شبه صغار وكيفاش قبلت انت بالحاله هذه؟ ما قبلتش انا هاي اللي شنو الحال الصغير الاول هاي الحال الصغير الاول ما جاش كي جات حكايه الفرملي هذيك معناها كسلت الفرملي هذيك تهمتني بها اللي هي صاحبتي يخدم راجل الفرملي هذيا تمش تكلم راجل قالت له مرتكم صاحبت لي راجل تصرف عليه وراجل راه هرب عليه ما عيشش معايا ولا معاه في الدار نتوقف 21 يوم في الحبس ناخذ 200 دينار ونخرج اصدقاء عملت لي نفقه اللي انا ما عيشش معاه مش تصرف عليه هكا وكلمتهم قلت له كيفاش تو راه هكا وهكا وهكا قالت لي يا ناس فصلت معناها في الحكايه هذيا فحكيت له حم راهم طلقوا اصبر انت اللي نجي صغير ومن بعد حل 1000 حل بس جا صغير الصبر كيفاش مش تو هاني مريض تعدى الشهر اثنين ثلاثه اربع سنين ست شهور كلمت امك قلت لها بنتك ما يزيدش عملت لي نفقه وما يزيدش نتكلم على التحليل تقول لي لا وبحكم انا وقت حتى فلوس باش نعمل تحليل ما يزيدش ما عنديش هي من وكل ما نتكلم نروح في الحبس اقل كلمه نتكلمها انا قاعد في الحبس نقعد منها ما نقعدش ما غادي نروح في الحبس لازم ناكل على كيف نرقد على كيف نخرج على كيف نقعد مع كيف نكلم على العباد على كيف شوف يا معز 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 خلينا نحكيو بالمعقول وباللوجيك وانها هي نجم تكون مرتكبه بعض الاخطاء ينجم يكون هذا صحيح وينجم يكون هذا غلط اما باش تقول لي نتكلم كلمه نلقى روحي في الحبس حتى انت لازم راك عامل حاجات نتجاوزوا 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 سمح سمح نتجاوزوا توكا جات توكا جات انا ما نتجاوزش الحاجه هذه توكا جات يا ولدي بشوي توكا جات تو نسمعوا وجهه النظر نتاعها سمح حتى باهي خلينا نكمل انت توا معز قبلت حسب كلامك انت بطبيعه الحال بالصغير الاولاني خوفا من السجن من الحبس هذيك الحاجه الوحيده لين جاك الصغير الثاني وقبلت الصغير الثاني زاده شني الصغير الثاني سالي انا صغير قبلت كيف كيف سامحني هاي مش نعطيك انا حاجه اخرى انا في الحبس اش كاتب هي تصور انت درقت في الدار تجيب الحاكم ل 4 5 الصباح يهزني من الدار باهي هذه متفاهمين فيه انا في الحبس خرجت نلقى مرتي حبل اول شهر ونص وانا معدي 4 شهور حبس هي حبل اول شهر ونص وانا معدي 4 شهور حبس هاي فاهمني انت هذه كيفاش لا ما نعرفش هاني قلت لك انا هنا هاني حاجه ذيك الحاجه محيرتني انا وبالحاكم ما لقيتش حق معاه في حد شيء نمشي نشكي ومعايا شهود مهما كانت القضيه انا نلبس المسنون تعدى الحبس وهي تروح بالحق اي حاجه نعملها ديما انا نمشي للحبس ما بقاش مع حق مرتي جايب عباد تسكن لي في الدار بنات ولاد كوبلوات نطلب الحاكم يقول لي انت فلان نقول له ايه انت قول له ريشيرشي اقعد غاديك انا جاي نهزكم الناس الكل يجوا يلبسوني المسنوت يهزوني من قدامها انا نمشي للحبس ويكمل القعده نتاعها في الدار نكلم خالي يقول له سير فيها وفيها نكلم العباد يمشيوا للمركز يقول لنا نخرجوا له هو رشا جاي قبل روح نخرجوا المره الجايه انا نتمنى انه زوجتك تجي على خاطر الحكاية متاعك حقيقة مع كل احتراماتي اللي كنتي وقولوا لك كذا بكل صدق وبكل احترام ها ثم حاجات ما تصدقش متصورها مش مقابلة بعضها لكن سامحني سي علي انت عندك الحق تنجم تقول لك لا لا مش مشكلة هذا سامحني العباد الكل تقول هكا انا نسمع فيك اللي يعرفوني انا يعرفوا هي يا معز يا معز احنا توا نسمعوا فيك ديجا نسمعوا فيك ديجا ونخليك تتكلم انا جوست تسمح لي معناتها فقط يعيش خويا معز باش نعطي وجهة نظر نتاعي فقط البسيطة اللي تنجم تكون صحيحة وتنجم تكون غلط واضحة أنا واصل جا صغير الثاني وأنت في السجن في الحبس فانا عام هذا الصباح 2009 2009 أنا في الحبس خرجت من الحبس كاتب هي عن نفقة كم أنت قعدت معاها؟ خرجت من 2012 خرجت من الحبس أنا بتاعتي نفقة ما خلصتهاش انا قلت لك النفقه حتى سامح معناتها انت تقول مفعول السحر اللي كنت تحكي عليه وفي 2012 لا 2006 على ناحيته 2006 مشيت ونحيت 2006 2006 مشيت ونحيت وعلاش ما طلقتش من وقتها؟ من وقتها؟ ما عنديش فلوس قلت نمشي نشكي انا مش نتبع حقي انا لبس المستوى تاع الحبس وهي تروح على الروح وفي 2012 شنو اللي نزاد لك؟ 2012 اللي نزاد لي لقيت ولاد الحلال وقفوا معايا خلصوا لي النفقه وقفوا لي في كل شيء وقال لي تو مستعد انت من لحظه تشوف حياتك معاه تبع تشوف صغارك منصر. انا سامحني سي علي انا بابا وامي ما نعرفش انت معز معز راه نعلمك بحاجه يا خويا معز اللي هي حاجة بسيطة برشا والمواطنين الكل والناس الكل المشاهدين الكل يعرفوها وما ينجم حتى واحد يفكها لك وهو لا محالة الله لا تجعلني جرة أما راي ما هيش معلومة باش نقولها لك سرية هذه الناس الكل تعرفها العباد الكل تعرفها أنت ما دامك كاتب على زوجتك صداق وتعمل لها تحليل جين اللي هي والصغارك
ويطلعوا صغارك مش صغارك مرتك تدخل 5 سنين حبس. سالي هذا والله مش كتب دمرت درشكو. سالي شنو بدا واضحي؟ سالي انا خيرش دمرت مع واحد في الفرش في الدرش باش تكلم. شنو؟ علاش نحبش نتكلم؟ لا لا قول لي شكون تقول؟ شديتها مع واحد في داري في فرش وخالتها بحذاها وتقول لي خالتها تطلع مش خالتها. امها اسمها خيره في الاخرى خيره حسيلو شو 7 سنين تقول لي خالتي في الاخر مش تنجم معها في مانتا نلقاها واحده من القصرين. سامح قلت لك الحكايه غريبه برشا فيها برشا نقاط غريبه. خلينا نقدموا توا. انت اليوم شكون استدعيت سامح؟ انا استدعيت طليقتي. هي طليقتي وصلت معها الصغار في نفس الوقت. وشنو تحب تقول لها؟ علاش استدعيتها؟ نحب نسالها 3 حاجات. علاش عزتني وعرست بيا هي؟ وعلاش ما تحبش تخلي الصغار مثل ماهمش ولاد جيانا؟ علاش تخليش هبطهم لدارنا؟ بابا يعرفهم، امي تعرفهم، خوتي ما يعرفهمش لتو. بابا وخوتي لا تكونوا صغار تو. لكن سمع مقيدين مازال مقيدين باسمي. باهي مقيدين باسمي. حاجة ثالثة. حاجة ثالثة علاش رفض التحليل لديان؟ علاش قد ما جريت فجرت على التحليل لا؟ وكي نمشي نشكي انا الحاكم نلقاها قلت لي اي قضية جبالي. هو ضربني هاي لفت اي حاجه. واضح سي معز. انا يذور لي حكايتك ما نجمو نقدموا فيها ونفهموها الا ما شاء الله الطرف المقابل اللي هي صابره مدام صابره. ها صابر. خاطر انا بصراحه شفت حكايه غريبه في عندي ما نقول لك ما هذه من اغرب الحكايات اللي تعدت علي اللي سمعتها بصراحه. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله صابره طريقتك تكون موجوده الليله موجوده بحضنا في برنامج عندي ما نقول لك. ان شاء الله يا ربي. سي معز جا البرنامج عندي ما نقول لك يحب يستدعى طليقته باش يسالها 3 أسئلة مهمة. علاش غريبة في نفس الوقت؟ علاش ما عملتش تحليل لدين؟ رفضت؟ الأولاد هذوكم ولاد شكون؟ وحكايات حصلوا هذه من أغرب الحكايات اللي بصراحة ريتها في برنامج عندي ما نقول لك. حتى يتفكك اللغز الليلة ونجموا نفهموها إن شاء الله يكون الطرف الثاني موجود في الاستوديو الفرعي الثاني مع زميلة سارة. مساء الخير. مساء الخير. يا سارة شكو بحذاك؟ بحذايا إنسا صابرة. مرحبا. مرحبا بيك. عايشتك عسلامة. معنا اليوم شكون استدعاك في عندي ما نقولك؟ إن شاء الله تكون لك مفاجأة. إن شاء الله. يعيشك. مرحبا بيك صابرة. عسلامة. مرحبا بيك لنا. تفضل. صابرة مرحبا بيك لنا في برنامج عندي ما نقولك. اليوم حلقة استثنائية. حقيقة مخي وقف ونحب نمشي مباشرة لجوهر الموضوع خاطر سمعت برشا حاجات غريبة وما تدخلش للمخ. مانيش باش نوريك لا مؤشرات لا حتى شيء ديريكتومون باش نوريك الشخص اللي استدعاك الليلة في برنامج عندي ما نقولك وقول لي انت شكون. ايه هذا بوزغاري. بوزغاري بوزغارك. شوف يا صابرة انا باش نحكي لك الحكاية كيما حكاها لي هو. نعيشك ومن فضلك نطلب منك بكل لطف باش ما تقطعنيش للخ وبعدين نعطيك المجال قل لي شنو هو الصحيح وشنو هو اللي غلط واعطيني وجهة النظر نتاعك انت. سي معز قال اللي هو عرفك في سنة 2003 وكان معك كصديق معناتها سامبل اميت قابلته مع بعضكم ودرا شنو ودرا شنو ودرا شنو وكان يعاون فيك وقدم لك يد المساعدة وكان يمشي معك ويجي ويقضي لك قضياتك ويعطيك فلوس وحاجات من نوع هذا. انت في الفترة هذه كمدام كنت حامل من شخص آخر كنت أنت تقول وأنك تحترمه كيما أبوك. هو عاونك باش طيحت الصغير هذاك وانتهى الموضوع في 2003. في 2004 هو ما يعرفش كيفاش حسب اللي قاله هو واللي حكاه قال قمت وصبحت في 2003 مشينا كلينا كسكروت. بعد ما كلينا الكسكروت هذاك نلقى روحي كاتب صداق عليك انت ومعرس بيك وهو ما في بالوش. ايش يقول سي معز؟ يقول يلقى روحه ساكن في دار متاعك انت في استوديو في جرايه واحده ببلاصه وانت مسكنه معاك صاحبتك
وقعد هو ساكن معاكم الزوز تقريبا مدة شهرين كاملين. بعدها خرج مشاكرة استوديو ليك انت بركة اللي انت وياها كهو، وخرجت المرأة الأخرى وقعدتوا ساكنين مع بعضكم. قعدتوا مدام حتاش لسنة 2005 يظهر لي، وهو وانت وقتها احبلت. اتبقى انتم عملتوا تحاليل متاع انجاب، انت ما عندك حتى مشكلة، هو طلع عنده مشكلة في جبان الصغر وابروفي من عند الطبيب. رغم هذاك هو جاب صغير منك انت، هو يقول اللي صغير هذاك ماهوش صغيري انا. اسألناه قلنا له انت كيفاش قبلت الوضعية هذيك وقعدت مع المرأة هذه؟ قال هي انا نجي نتكلم كلمة وانا نقشها نلقى روحي في الحبس، هاي قضية نفق، هاي قضية درشنو، وين يتكلم يلقى روحه في الحبس. من بعد هو دخل الحبس مدام، عدى 4 شهور في الحبس، كيف خرج يلقاك حامل مرة اخرى مدة شهر، معناتها حامل عندك شهر ونص هكاك. يقول انا مدامني كنت في الحبس اولا، وثانيا مدامني ما نجيبش صغار، ثانيا من باب المستحيلات انه يكون صغير هذاك صغير. باه قلت له انا يا سي معز علاش ما عملتش تحليل اديان تحليل جين بالقانون بالسيف، معناتها وراك مرتك كيف تثبت انها الصغار هذوك ما همش صغارها، راي هذه جريمه، وفي الفتره ذيك كاتب عليك اصدار، راي هذه جريمه يعاقب عليها القانون ولازم يدخلك الحبس اصلا. معناتها قال لي هو ما لقاش المنافذ ربما اللي نجم يشكي بيك وما نجمش حصيله 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 حصيله. قال قعدت الحاله على ما هي عليه حتى ايش العام 2012، مع العلم يا مدام انه قال وانه في الدار فما برشا شرب وسكر وقعدات ولمات ودرا شنو ودرا شنو، وصل حتى لقاك معاه في وضعيات مش باهيه بصراحه. هذا هو اللي قال. حتى ايش مدام تقريبا سنه 2012 قعدت الحاله كما هي، لين جا ولاد الحلال خلصوا له النفقه باش ما عادش انت تضغط عليه بها باش نجم يطلق وباش 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 وباش. قلت له انا قصيت عليه في الحديث هذا، قلت له شوف راي الحكايه هذه راي غريبه جدا جدا جدا، وماذا بيا نسمع وجهه نظر الطرف الثاني. تفضل مدام. انت بالنسبه للطلاق اللي طلقته اني راه ضرر، اني معناها المضره اني طلقت طلاق ضرر. بالنسبة اللي يحكي فيه ذي الكل حسبي الله ونعم الوكيل وكاها، ذي الكل على خاطر النفقة. حتى كان انت طلبت قلت لي دارنا ولا امك ولا ما نعرفش، قلت لك يبعثوا لي الحاكم استدعاء هز اعمل تحاليل قصيش باهلو معناها. اما هو متأكد لي اوكي معناها اعمل انت تحليل، اني صغاري هك عاملينهم تحليل في اي وقت مي فما ربي راوي معز صغار عنده عاملين ما راهمش جملة. اني دخلت ولدي قصي، اني طردت من دار بابا، حرش اخويتي كيما هاك يحط لهم في بناتي كلموا فيهم في التليفون، كل واحدة اش تحكي، اللي جي اخويتي كليت تريح مش نورمال، هزت صغاري وهربت منه هو الراجل اللي انا حبيته واخترته. باهي معز كان جيت اني غلطة ناخد لك للضرر، حومتي كل في كلهم شاهدين عليك وعاملين لي اوراق اللي انت ديما تضرب وديما وزي تخدم في الديار يا معز. هزيت صغاري تفكر شرطة متاع بوحسينة وقت الصغاري من الروضة يخلصوا لي عليهم في جماعة لساويس تهزم وتهرب تقولي تنحي النفقة. وصلت شربت دواء باش ننتحر 3 ايام في بلوك سهلون من كثر انسان هذا ما طيح لي قيمتي وقدري وليت صفر. علي معز حرام راهو باش نموت ولا بيك الكل مش يحكم كربي راهو في الاخر. تعرف انت ربي اني في الاخر راهو فما اياد وقصي رمتا ويكبروا باش نموت اني توا معناها اني كان يصير لي حاجه معناها كنت نصورك انت حتى دارنا تخليو عليا، كنت نصورك انت ديما نقول لك معز صلح علاقتك بصغارك حتى كي نموت نلقاك انت بعد صغارك.
معناها انت تخليت عليهم جمله ما هوش صغارك. بس اني معناها عمري ما طلبت منك حتى شيء، حتى كي خذيتني من الاول خذيتني حتى خاطر ما جبتها ليشي، فما ربي راه باش يحاسبك. حتى دارنا كي ما حبوش معناها وقفت وشديت صحيح، وانت تعرف بي مهز ما فرحتش كيما البنات الكل في بالي، وخديت انسان نحبه ما فكرتش لا في الدش لا في ذهب لا في حد شيء. فما ربي يا معز اضحك بي اضحك يا معز، اني مديم صغاري بحذايا ما يهمنيش في العالم هذي الكل. انت شفت الدار اللي نسكن فيها، حالتها مكر بامجي وشوفوها طفلة تصدمت كي شافتها، دار تقطر لا تبش يصلح، صغاري ما عندهم ما يلبسوا، واني مراه وحدي تخلى عليها العالم الكل، لا اخواتي لا امي لا بابا لا انتي. تعبت وليت عند بسيكاتر، اقول لك كان حسبي الله ونعم الوكيل ماز. هاو احب نعرف اني قبل قلت لي هاو دارنا يحبوا، يا مرة تقول لي هاي طفلة اللي تعرفها وشنو ألف واحدة تعرفهم، قالوا لي ما همش صغاري. قلت لك مواز يجيني استدعاء من الحاكم، راني نهز الصغار وعمل تحليل من حقك بي. شو صبر طول، انا ما عناش خلاف الى حد اللحظة هذية، ما عناش خلاف. هو جاء عطى وجهة نظر متاعه معز، انت عطيت وجهة النظر متاعك وعطيت الحكاية متاعك مدام، ما فما كان ربي يعرف الحقيقة. والسادة المشاهدين حتى كل واحد يعمل فكرته وحده ويحلل وحده وعنده رأي وحده. تبقى لهنا انا فرحان برشا الحاجة واحدة، على خاطر الليلة نجم نوصلوا الحل، على خاطر فما حاجة نجم نطيحوا بها برشا اقاويل واكاذيب في الماء. هو المشكل الكل منين جاء اساسا؟ جاء اساسا وانه هو يقول انك انت رافضه باش تعمل للصغار التحليل الجيني تيست داي. مستحيل. فانت جيت قلت لا، انت قابله باش تعملها تيست داي ولا لا؟ جيني استدعاء من الحاكم نهز صغاري وحدي ونجي ونعمل التحليل. يا سي معز فهمت عليه، انت قابل باش تعمل تيست داي ولا قابل اليوم قبل الغدوة؟ قابلة اليوم قبل الغدوة بيه نعملوا الإجراءات تاع تيست داي. سي علي عندي وباش نتبعوك. سي علي أنا معناها إني نحب سيدي يمشي يشوف عند طبيب، اللي هو يقول هو ما يجيبش صغار، نحبه يمشي معناها يشوف روحه عند طبيب. مدام ما هو تيست داي أنت يثبت كل شيء، هو راهو تيست داي هو حل المشاكل كلها، تفهم فيها؟ كانوا هما ولاده راهو ما جابوه مش بالبلوتوث يا مدام ولا بالواي فاي، فهمت؟ تيست داي انت ويثبت طيب واضح كل شيء. انت توا مدام قابله باش تعمل مبدا تيست داي، وعلاش ما نعملوش معناها؟ تي قابله معناتها بطبيعه ان ديما نصف المشكله تحل. يا معز نعم سعاده، انت قابل خويا باش تعمل التحليل هذا؟ قابله سعاده باهي، ما اختلفناش باهي، ونعملوا الاجراءات القانونيه كل تو ننظموها وكل شيء، وقابل باش تعمل خاطر فما اجراءات قانونيه راه قابل باش تعمل الاجراءات القانونيه الكل. ومنيت تسال على الحاجه ذيك؟ باهي باهي ما اختلفناش، صابره قابله انت باش تعمل الاجراءات القانونيه الكل. بالطبيعه يعني نمشي وش من بعد نجيو باش نسالوا ونتبعوكم وتسكروا تليفوناتكم، واحد ما فماش واحد ما درا شنو. سالي الحاجه ذي السر هي على خاطر قابلين باهي، على خاطر قدام العباد الكل تقول لك نعمل ومستعده ونجري ونجيب وكل شيء. هاتا ونثبتوا تو وقت الرسم تلقى حتى شيء، هاتا ونثبتوا كل شيء. يا صابره قابله انت؟ اني قابله. قابله وصوروا بالكاميرا. هي قابله بالطبيعه للعالم الكل، علاش مانيش قابله؟ واضح واضح واضح، انت قابله باش احنا نصوروك، وانت باش تعمل الاجراءات وتستدين وكل شيء وكل شيء، باش تبدا بالثبات معناتها ويتعدى هذا في التلفزه. قابله ولا بالطبيعه؟ علاش مانيش قابله؟ اوكي اوكي اوكي
مادام راه كان ترفض بعد باش تعمل التحليل الجيني نقول راك رفضت. علاش باش نرفض؟ باهي قلت قابله سي بون سي بون باهي بارفي. يا معز نعم سعادة كان بعديك تمشيش ترفض والا كذا ولا عطلت في الاجراءات ولا كذا قابل باش نقولوا احنا في التلفزه راه سي معز بط. يا سهلا قلت لك انا امنيتي حياتي اليوم قبل الغدوه. باهي واضح. بجوج هما ولاد علاش ما يعرفوش يا خويا ما عندنا حتى مشكله. ما يسالش. اه اي تفضل تفضل. اني الف مره كلمتني وتقولي نحب نعمل تحليل وقلت لك اعمل. صافي انت تقولي بالفم نعمل اما تجي تسبق المحكمه تسبق القضيه قدامي. قضيه نمشي انا مش قدم قضيه من هنا قالوا احنا نبحث عن نفقه من هنا. باهي. صافي. النفقه الكل هذه. انا هزيت الشهود ومشيت نشكي على تحليل الديان. اش عملت انت؟ اش عملت انت؟ شنو؟ شنو هي في بالك شنو؟ عاود مسكين صابر اغزر الاستهبال نتاعك هذاك اسامي على بالي ما يعرفوكش انا راني خابزك وعاجلك على يدي طريق قرايه وكدموا على التماسيح هذيك خليها على جنب باهي هذيك احكام لعب انسان ما يعرفكش انا لو كان نستقبل من عشقك جيبي انا ما نمنكش ولا خليني مش لازم انا ما نمنكش انا ما صدقكش ممكن العباد الكل يصدقوك العالم الكل يصدقك انا ما صدقكش باهي وتعرف انك مش مجروح منك وتعرف انك معز نعم سعاده والله زيد الكلام تو انتم طلقتوا وانتهيت الحكايه وعندكم خلاف واتفقنا تو سعاده سعاده المشكله ايه تقول لي نمشي معز يا معز 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 نعم انتهى الموضوع مش تبدا الامور واضحه كل واحد مشى على روحه وربي يعينكم كل واحد احنا مشكله الصغيرات اللي قادوا بيناتكم بصراحه قابلين الزوز باش تعملوا تيست التحليل الجيني توا ما عادش نجموا نقدموا حتى خطوه لقدام من غير ما نعملوا التحليل الجيني صابرة شكرا لك لله ويعطيك الصحه من غير ما ريدوه من غير حتى شيء يعطيك الصحه اقعد مع فريق الاعداد باش ننسق العمليه ما تمشيش حتى ننظموا العمليه باهي هاي سي معز الحمد لله هاي يا ابو العز ابو العز تو ما نجمو نقولوا حتى شيء خويا امنيت حياتي ها امنيت حياتي انا ذيك فوالا امنيت حياتي نعملوا التحليل الجيني انا عندي سعري من من 2005 من 2006 نجي على الحكايه يا ولدي سي الحمد لله حصي لا ما في الصدور وما نصدق لا ما نصدق ما نصدق يا ولدي سي انا نقطع التسلا ديالي فيدي نقراها يا ولدي انا باش نعملوه احنا باش نعملوه ما نمنهاش والله ما نمنه والله ما نمنه شو ما تمنش تو قلنا لك متفقين وتقول لي صدق العالم كله هي ما صدقهاش يا ودي صدق لي انا بس صدق هي ما صدقهاش يا خويا ما نسبوش لحنا خاطر هذيك عادي تو تقول لك حتى نعملوا التحليل الجيني نعملوا التحليل الجيني تو نعاودوا نعيطوا لك مره اخرى باهي امنيتي تحضر وتجي اوكي امنيتي تحيه كبيره للمعز شكرا لك هاي بارك هنا نرجع الحكايه نتاع الليله ماهيش بشتوفة هوني حقيقة حكاية غريبة برشا غير حكاية مثيرة أما الخبر الباهي بالنسبة لنا احنا وبالنسبة لكم انتم السادة المشاهدين وبالنسبة حتى للضيوف اللي حضروا لهنا بالنسبة لمعز وصابرة اللي راو باش نعرف أكيد 100% نأكد لكم بإذن الله بما لا يدع مجال للشك باش نعرف شكون الصحيح وشكون الغالط على خاطر يكفي وأنه واحد يعطل عملية التحليل الجيني